ريم شقيقة أصالة نصري تفقد أعصابها وتبكي بحرقة بسبب شقيقتها بعدما رفضت مساعدتها. اطلعي من حياتنا يا لمين؟ إن شاء الله يا رب ما تكون لمين؟ مصير لا أصالة لمين؟ إن شاء الله ما تكون مثلها ولا بأي شيء ولا بأي شيء لا أصالة نصري؟ ولا بأي شيء ولا مع أي حدا ولا بأي شيء حتى ولا بالشهرة ولا بالنجاح. تصدر اسم ريم نصري شقيقة الفنانة السورية أصالة نصري محركات البحث وترند بعد أن حلت ضيفة باتصال هاتفي مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حيث كشفت وتطرأت إلى الكثير من المواضيع. أنا كنت لأول مرة عم شوف قلت إلي الشرف كون كلبي ولا كون أصالة نصري، هيدا اللي قلته حرفيا ومع موجود مع الست راغدة شلبي. وفي التفاصيل كشفت ريم نصري أنها حاولت التواصل مرارا وتكرارا مع شقيقتها أصالة كما أعربت عن إعجابها بفنها، وتطرأت ريم إلى أنها طلبت المساعدة من أصالة لأجل مصطفى نصري ابن شقيقهما أيمن نصري. وفقدت ريم نصري أعصابها وبدأت بالبكاء عندما كشفت عن رد أصالة نصري عليها إذ قالت لها اهتمي بولادك واطلعي من حياتنا للأبد يا غريبة. طحن طحن قالت لي أنت اهتمي بولادك واطلعي من حياتنا للأبد يا غريبة. وفي سياق منفصل كانت قد قدمت نضال الأحمدية اعتذارها لنجوى كرم على خلفية الهجوم الذي كانت قد شنته عليها بسبب سكوتها عما يحصل في لبنان واهتمامها بنشر مقاطع فيديو عن برنامج Arabs Got Talent. وفي التفاصيل اعتذرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية في لقاء صحفي من نجوى كرم بعد أن هاجمتها إذ قالت بعتذر إذا كان هجومي تقيل بس الرد اللي عملته نجوى خلاني انتبه أكتر، استعانت بجبران خليل جبران وقالت لبنان في قلب الله وهيدا صحيح، يمكن لتوصل رسالة لكلنا إنه ما حدا بيعرف بقلب التاني شو فيه. وتابعت نضال الأحمدية كمان عم اعتذر لأنه نحنا بحرب ويمكن نموت، أمتى بدنا نلحق نصفي القلوب؟ ماني مضطرة موت ويكون اللي عملته مع نجوى خطأ. مضطرة أني موت وأنا خطأ لهم. أما عما قيل أن زوج نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني هو من منع نجوى من التعاطف مع لبنان، فقالت نضال الأحمدية الشيخ عمر بحب لبنان أكتر من نجوى وأكتر مني وهو شيخ الشباب. وتابعت في ناس قالوا لأنه عم بتصور بالسعودية ما فيها تتضامن مع لبنان، كبروا عقلكم، السعودية دولة بدها تتدخل إذا نجوى عم بتقول أنا بحب بلدي والله يعين أهل بلدي، ما هي السعودية طائرات عم بتحط بمطار بيروت وتوقف معنا، هيدا حكي ما إله قيمة. مين عاملة بلوك وبتقولي مستحيل شيل هالبلوك؟ عاملة لأكتر بس بدي اسم واحد، شخصية فنية لبنانية، بتقولي أنا ما بشيل هالبلوك لو شو ما صار. بس ما رح أقول. نجوى كرم؟ لا ما قلتي. بلا انت قلتي هيك. لا ليه بدك ياني اتبنى؟ عامل البلوك لنجوى كرم مستحيل شيء. اف ليه؟ انا بحبها من بعيد لبعيد، شو بدها مني اكثر من اني احبها من بعيد لبعيد؟ هي عملت لك بلوك؟ لا انا